الشرقاوي اخت شهيد رامي الشرقاوي وقفه النهارده في ذكرى عيد ميلاد رامي. صحابه كان اخر حاجه كان وقفه ما بينهم قبل ما يستشهد بفتره قليله يعني، كان قايل ان هو عيد ميلاده الجاي هيحتفل بيه في الميدان وسطهم، بس للاسف ما لحقش يعني. فهو هم من ساعتها يعني من 3 سنين تقريبا بيحتفلوا بعيد ميلاده في نفس المكان ما بين مكانه في بوابه طلعت حرب ايام الثوره هنا العم هاشم اللي كان من اقرب الناس لرامي يعني هنا في دار ميريت. هو رامي استشهد في احداث مجلس الوزراء اعتراض على تولي منصب الوزراء في الوقت ده في الميدان مع الناس اللي استشهدوا مع الشيخ عماد عفت وعلاء وكاريكا و 18 شهيد تانيين في احداث مجلس الوزراء. لو هنتكلم على الوضع دلوقتي او الاختلاف عن الوضع زمان فالوضع مختلفش كتير، بالعكس الوضع اسوأ كتير قوي من فتره عهد المجلس العسكري وعهد الاخوان. القتل اكتر بكتير، الدم بيسيل لحد دلوقتي في شوارع يمكن اكتر بكتير. Oh.